اللهم صل على النبي. يا سلام، دي زبادي دي ولا ايه؟ فخلينا نروح نشوف مطروح دي فاتحه ولا ايه الدنيا. كل نقله جير بوكس بتبهدل صباعي، توجعني قوي. تعال الخرفان واسع. الله اكبر. دايما ببقى عايز اجرب انزل المايه بالليل، ربنا يستر. انا كان بيقولوا نزول المايه بالليل ده بتوع الليل موجودين. لو عايز زيت يحافظ 30% اكتر على محركك، يبقى زيت ريبتور ريسينج هو اختيارك. يا جدعان، الواحد بيطلع من الخيمه دي بيبقى عامل زي ما يكون طلع من كبسوله. اللهم صل على النبي. يا سلام، دي زبادي دي ولا ايه؟ زبادي خلاص. استنى افتح لنا بقى الجبنه كده جنبها، احط الحاجات دي كلها في النص. دي جبنه قديمه يا جماعه. ايه نشوف لك بنزينه شمال كده تحط فيها. ليه يا عم؟ انا حاطط مخدرات ده من الريحه. لسه تعمل تصوير. باي باي. بكيك قوي. طب يا رجاله، احنا دلوقتي ايه رايحين ناخد لفه حلوه على مزرعه مطروح. مش عارف الناس تكون مفتوحه الدنيا ولا لا، بس احنا دلوقتي في شواطئ حلوه جدا زي عجيبه وكليوباترا وحاجات زي كده، هنحاول دلوقتي نروحها. فعشان كده لبست الكمام عشان ما يجيلكش ضربه شمس ولا تتبهدل. اي نعم لابس شورت، بس يعني اضعف الايمان الاجزاء اللي فوق دي عندك هي بتتبهدل، ودي اللي بتبقى محتاج تلبس عليها جاكيت سيفتي وحاجات زي كده يعني. فخلينا نروح نشوف مطروح دي فاتحه ولا ايه الدنيا ولا اخبارها ايه في وقت الفيديو ده. تقريبا في ابديتس وحاجات زي كده، فخليكم معانا. شايفين يا جماعه الموتوسيكل امبارح في التغريز اللي حصل، التراب جاء على الجنزير كله. الجنزير عايز يتظبط، عايز يتنظف ويتظبط تاني. يلا بسم الله. الطلعه الغشيمه اللي عندنا هنا دي يا موسى، الحمد لله طلعنا. يلا بسم الله، توكلنا على الله لا حول ولا قوه الا بالله. رايحين دلوقتي لشاطئ عجيبه. المؤلم بقى يا جماعه ان الصبح كان في شباب بيشربوا شيشه. المهم ان الحجر اتهز كده، راح وقع الحجر على صباعي. فين؟ في الصباع الكبير الشمال اللي بنقل منه، فمش عارف انقل. يا لهوي، كل نقله جير بوكس بتبهدل صباعي، توجعني قوي. يلا الحمد لله هنحاول نتعامل، بس متألم من الصبح. يا جماعه الصباع ده مهم جدا في رحلاتكم، لفوه لفوه كويس جدا. واسع يا عم، واسع 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 على الخرفان واسع. حلو موضوع الخرفان ده. المهم بقى يا جماعه، الطريق لحد كيلوباترا او لحد عجيبه حوالي 23 كيلو متر من الكامب. عجيبه اصلا بعيده جدا جدا عن المدينه، يعني كان في رينج 30 كيلو و 35 كيلو. فماشيين طبعا على رينج سرعه 40، وده بيطول المسافه قوي، بيخليها وقت طويل. ان شايفين زي ما انتم شايفين كده كل شويه مطب 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 مطب. ولكن اجواء هنا حلوه جدا، البلد فاضيه جدا. اعتقد والله اعلم يعني ان انت لو جيت هنا هتستمتع جدا جدا جدا. رايحين نشوف العجيبه، مكان رهيب جدا، والمايه فيه يعني خياليه اللون، تشرح الصدر يعني. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده احنا طالعين على طريق فوق، علشان عجيبه دي حاجه مرتفعه شويه، فمش عارف يا رب نوصل. بس عشان الجي بي اس كان ورينا طالعين، انا مش عارف احنا قربنا ولا لا. بس يا جماعه انت لوحدك في الدنيا. احنا لا خيشنا ولا ايه؟ احنا خيشنا، احنا تقريبا هنا في عجيبه ولا في مكان عسكري احنا ولا فين؟ ايوه عجيبه عجيبه عجيبة 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 عجيبة. يا موسى جماعة بصوا المنظر من هنا فوق الرهيب. جماعة المنظر من قبل ما تنزل، فيروزي فيروزي، قول لنا حاجة على قافية فيروزي فيروزي. جماعة عجيبة دي من أجمل
الكره اللي استاذ مهند هي كره صغيره كده اللي جاب الليل حبيبي افكركم هنا صباح الخير يا جماعه بجد اللي عايز يعمل فوتو سيشن يجي في العجيبه هنا مكان باش انت شغال في مطروح لا تاخد حاجه من فلوس لا اتكلم لي مش عارف قلت والله بص الرجاله حصنوا الممشى هنا زي ما انتوا شايفين كده معلش احنا حاطين الكاب عشان احنا بنتسرق حصنوا الممشى جدا هنا فبقيت تنزل بسهوله الاول كنت عشان تشوف عجيبه بتشوف العجب في المشي والحاجات اللي بتقع فيها بتتبهدل شويه كده بص يا جماعه هي الحاجه الحلوه جدا بقى اللي انت هتلاحظها في الفلوج ده ان الارض مش متوسخه بالقدر اللي الناس دايما بيبوظوه والله يعني اتمنى ان الناس تحاول تحافظ على الشواطئ دي بدون زباله هنا وبدون ما يرموا زباله في الاماكن الطبيعيه دي حافظ يا اخي على بيئتك يعني خلي واحد لو جاي يصور عشان يقول للناس تعالوا هنا يعرف عشان انا لو صورت لكم المكان من دون زباله وجيت انت ولقيت هنا في زباله هتزعل المهم يا رجاله عجيبه زي ما انتم شايفينها كده مكان المايه فيه تحفه الصخور اللي فيه شكلها حلو حاسه كده ايه ان الطبيعه عامله عمايلها وعامله حلو فيها يعني المشكله الوحيده بس موضوع ان الناس بيرموا فيها حبه زباله وكده بس بعتقد ان هم بعد كده هيعملوا بتذاكر والتذاكر دي ممكن تكون علشان يخلي في حد بينظف لان مفيش حد بينظف هنا بشكل دوري يعني فالفكره بقى ان احنا نحاول ننزل من الناحيه الثانيه اللي هناك دي نحاول ننزل المايه ونشوف ايه الاخبار هي المايه هنا لونها غريب وتحفة عن اي شاطئ لونها كده فيروزي ازرق جميل جدا بصراحة ها استاذ مهند شغل الطرب انت ها مهند طرب انا ده رجالة بومبوناية ايه طلعة يعني جدعان الناس يعملوا لي ديسلايك على الفيديو ده علشان صوتك عطشانة انا اروح له ولا اروح اطلع كده يا استاذ اشرف عاش بولدوزر عاش بولدوزر عاش يا مهند يلا بينا عاش يا مهند الحته الصعبه دي يا جدعان اطلعوها عشان ها عاش اطلع بالخوذه ها عاش يا مهند ها اللهم صل على النبي برجله بس هلا 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 اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي حلاوه حلاوه ايه العب اوعى جنب لا خدها بص بص بسم الله الله اكبر الله اكبر ايه لا مؤاخذه واحد اتنين اوبا كده شوال بيقع استاذ هيثم مات حلاوتك مهم بقى الرجاله القعده هنا محتاجه قعده كده حلوه نغني يا استاذ لما تسمعنا حاجه انت واحنا نغني معاك يلا بقى على شرف الاستاذ مهند اي حاجه ولا بتاع النعناع اي حاجه سمعنا انا حاول نزوق معاك عشت بعدي مثلا لا ما انت جاي تعجزنا هسمعها لنا يا عم لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت يبقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت الله الله يا مهند خليلي ذكرى جميله عندك واوعى تنسى زمان خليني ذكرى جميله عندك واوعى تنسى زمان خلي الفراق اجمل الفراق في دنيا العاشقين
ولحد سألك عني قول له كم أحلم فاتنين، قول كان حبيبي وكان حياتي وعشناني سنين. الله 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 انا سافر له دك 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 دك. الله الله المايه هنا رهيبه يا جدعان، خصوصا بعد ما ينزل نقاء رهيب، فعشان كده تحس انك مستمتع جدا وانت بتبلبط. بس المهم يعني وانت ماشي من هنا لازم تفكر في حاجه واحده بس، انك تطلع من هنا تعبان جعان تروح تجيب سمك مطروح، عشان بيقول لك اللي يعدي على مطروح وما يدوقش السمك بتاعها ياش عدى على هنا. هننزل نوص سمك ونشوف هنعمل ايه ولا هيضحك علينا ولا ايه. احنا دلوقتي في سوق السمك، زي ما انتم شايفين كده في سمك ورانا. الناس هنا بتمشي بفكره ان فاصل وعيش حياتك واختار اللي نفسك فيه، الشارع ده تقريبا اسمه الكلاني. ففي كمان سوق للخضار وفي سوق لكل حاجه انت عايز تجيبها، فغالبا انت لازم هتعدي على الشارع ده لو انت بتفكر انك تجيب حاجات البيت قبل ما تروح. دلوقتي بعد ما اكلنا قلنا الحل يعني، فجبنا السمره دي، مين عارف اسمها ايه؟ وبعدين اكتشفنا ان هي اسمها باباز. ماشي هنقطعها ونشوف ايه ده، ومش عارف هيبقى طعمها اوبا. دي شمام دي ولا ايه؟ ايه ده 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 ايه ده؟ بخمسة جنيه ده، خلي بالكم يا جماعه. وجبنا بطيخه بكام دي يا استاذ؟ 15 جنيه. ادي باباز وتين وباباز والبتاع ده بقى بيكسر، وده لوز بقشره غير قابل للكسر. غير قابل للكسر، ده زي الصيني كده. شوف انت مهما هتلف ومهما هتتفسح ومهما تروح وتعمل، هتفضل في الاخر القعدة الهادية اللي على صوت البحر بس، اللي على منظر واسع مفتوح جميل، هي اللي بتأسر قلبك، هي اللي بتريحك، هي اللي بتغسلك من جوه. يعني مهما هتحاول تتعب هتلاقي في الاخر ان ابسط حاجة الطبيعة مديها لك هي اللي بتظبط لك الدنيا كلها. حقيقي مطروح من الاماكن اللي فعلا تيجي تهدي فيها نفسك وتسمع صوت الموج، يعني خصوصا لو انت من الناس اللي هي بتضحي بالفندق وتضحي بالطوب يسيب انك تخيم على الصوت بتاع الموج اللي انت سامعينه ده. الفكره في الصوت ده بس لوحده يعني هو متكرر عندك طول اليوم حاجه رهيبه جدا. المهم انك تحاول ما تعملش غلطه العبد لله، انك ما تنزلش من غير سان بلوك، عشان جسمك المحروق هيخليك تعافر معاه شويه كده في الالام وتفصل شويه من مود الاسترخاء يعني، ولكن هيطلع لك جلد جديد وهتجدد يعني، فقشطه اعمل نفسك فيه. طب يا رجاله في حاجه غريبه كده، كنت دايما ببقى عايز اجرب انزل المايه بالليل، فهنعملها ربنا يستر. عشان كانوا بيقولوا نزول المايه بالليل ده بيبقى فيه ناس بتوع الليل موجودين. يا جماعه المايه زي ما انتم شايفين دافية خالص، بس المشكلة ان في تحت زلط انت مش هتشوفه. شايفه ايه ده؟ تصدق رجلي باينة؟ ما شاء الله شايفين صفاوة المية مع ان احنا بالليل يعني. الراجل اللي هناك ده رجالة السبيح بتاعنا ده بقى ايه؟ ملوك البحر وليله، تمام؟ امبارح حصل معاه موقف في المية خليه هو يحكيها لكم. نزل بالليل بقى عمل نفس الشمشون، فنزل المية بالليل. جايين علشان ايه؟ نسمع منك ايه اللي حصل امبارح؟ خليك في المية، خليك في المية استاذ، ادخل جوه شوية، ادخل جوه شوية. كان في المية بتتحرك بطريقة غريبة. حصل ايه امبارح بقى وانت هنا؟ قول. يعني فجأة كده المية كانت بتتحرك بطريقة غريبة، تحس المية بتتخانق مع بعض. ايوه. اصوات كده مالناش دعوة بيها. لا لا الا الله. تحس ان في حاجة بتنزل جنبك ومفيش حاجة جنبك، ولا سمك ولا طوب ولا. كان في حاجة بتشد المايو؟ لا ما صارتش، كان لسه المرحلة اللي بعديها، كان قدامي 10 دقايق ويتشد. ده كانت واحدة بتقول له بقول لك ايه؟ انت عاجبني؟ انا قاعدك معايا تحت. ايوه ما تيجي معايا تحت. مش هنطلع تاني. بس يا جدعان شايفين البحر بالليل؟ ايه رأيكم طيب؟ المهم يا رجالة زي ما انتم شايفين كده البحر بالليل ما فيهوش حاجة صح؟ احنا كلنا بنقول ده يا جدعان بنحس عليكم، بس هو المفروض ما تنساش البحر بالليل. احنا في ده لسه في نور يعني. فما الدنيا تلال خالص هنطلع، المفروض انك تنزلش البحر بالليل
كده. معرفش قول لبابا وماما ليه ما تنزلش البحر بالليل يقولوا لك. انا لما ابقى بابا هقول لهم انزلوا البحر بالليل والله. عادي عندنا اب. بص النيو جينيريشن بتاع المستقبل هيتغير. دلوقتي في مرسى مطروح في شارع علم الروم. واضح كده ان في اكتر من محمصة نصر، ولكن محمصة النصر الناس كلها بتقول لك عليها اصلية. ورايا ايه؟ قافلة. قافلة اليوم التاني. بنجي لها الساعة 9 وهي قافلة، فمش عارف ليه. بس بيقولوا ان هي زحمة يعني، فاشترينا من محمصة نصر تانية جنبها مش اصلية. يعني اتمنى ان يكونوا هما بياخدوا من نفس الجودة وبيحاولوا نفسه. فغالبا كده لو عايز تيجي محمصة النصر الاصلية محتاج انك تيجي بدري في اوضاع كورونا اللي احنا فيها، ومحتاج انك تاخد دور ويبقى بالك طويل كده. طيب دلوقتي احنا يعني قعدنا نلفف في البلد. يا جماعه البلد بتقفل بدري خالص، مع ان في قرار يعني طلع من رئيس الوزراء وقت الفيديو ده الناس تقفل 12. مفيش غير المطاعم بس اللي فاتحه والباقي كله قافل. والشواطئ حتى يعني شاطئ كليوباترا النهارده كان مقفول. هي مطروح جميلة جدا من الفضاء اللي فيها، ولكن عند ليميت معين بتحسس نفسك ان المطروح المفروض تقعد فيها 5 ايام 3-4 ايام. احنا دلوقتي يومين وتقريبا مش عارفين نعمل ايه بعد كده. يعني مش دماغنا اللي هي تنزل نتمشى في وسط المدينة. لا انت عايز تروح تزور اماكن وكده. في مكان بس يعني ما رحتوش، مش عارف هنبتله ليلة تانية ولا لا، اللي هو كهف الملح. عايزين نجربه ونشوف ايه الاخبار. فمش عارف احنا رايحين الكامب دلوقتي. احنا جبنا لب وجبنا نعناع. الحاجات دي مهمة جدا انك تجيبها لو هتعدي على مطروح. مش عارف بقى هبات ليلة كمان عشان كهف الملح ولا لا، خصوصا ان انا جلدي اتحرق. فلما جلدي اتحرق بقيت حاسس ان انا مش عارف امشي بين موتوسيكل في الحرارة الرهيبة دي تاني. فحاسس ان انا لو قعدت يوم هأذي جلدي بشكل رهيب ما لا يتناسب مع ان انا هاخد طريق سفر 3-4 ساعات في الشمس. مش عارف، كلها يعني احتمالات. انا بشوف احتمالاتك. الفلوجات دي معمولة علشان مثلا تحكي تجربة هيثم وهو بيسافر بيعمل ايه، مش عشان اضحك عليكو او اعمل لكو تجربة انا مش عارف هي هتعجبكو او هتبسطكو ولا لا. حاجة مهمة كمان تانية، ان التجربة دي اللي انا بعرضها لكم دي في الفسح ممكن تكون بتخلي واحد وهو بيحاول يعمل حاجة زي كده، مش لازم في مصر مطروح، في مدينة تانية، ياخد عبرة معينة من زاوية مثلا هيثم مأثر فيها او يتعلم منها حاجة. يعني كلنا نتعلم من بعض، صح كده؟ صح. في بعض الحاجات، في بعض النقط ان انا مش عارف اعلمها عن حد، ان مش واخد بالي ان هو ناقصاه. فعلى قد ما اقدر بحاول اشارككم بقى فكرة الفلوج في السفر، لعل وعسى نفيد الناس، لعل وعسى نرفه عنهم، لعل وعسى اي حاجه. من الحاجات اللي انت تعلمها الجوانتي اللي انا مش لابسه ده. يعني انا معايا 2 جوانتي وهو واحد وقع دلوقتي، فمعايا واحد استبن، فدي حاجه اتعلمتها لما جوانتي وقع قبل كده. فعشان كده انا لسه راجع الكامب في الاستبن بتاعي، انا مش لابس الجوانتي دلوقتي عشان في واحد ضاع. وده عشان كده انا بجيب الجوانتيات الرخيصة على فكرة، هي بتحمي نسبيا وفي نفس الوقت عشان انا بضيع كتير. يعني ايش ده كده يا جماعة؟ التغطية السريعة تاني يوم لينا في مطروح. مش عارف هيبقى في تالت يوم ولا لا، لو في تالت يوم هينزل فلوج. بس المهم لايكك الحلو يا غالي، ولينا بقى كومنتك على اي حاجة احنا عملناها، او كومنتك على اي حاجة عايزنا نعملها او نوضحها في فيديوهاتنا. هنحاول نطور المحتوى بتاعنا بدعمكم. ها بدعمكم. ها ربنا يحفظكم كده يا رب جميعا، ويكون اوقاتكم كلها حلوه. اتمنى انكم استمتعتوا النهارده ايه في الفلوج الخفيف ده. اشوفكم ان شاء الله في الفلوج اللي بعده لو كان في يوم ثالث. لو ما كانش في يوم ثالث هيبقى مدينه ثانيه بقى الفلوج اللي بعدها. ادخلوا بقى ايه على قائمه حول مصر بالموتوسيكل، راوند ايجيبت اون موتور سايكل، باين هتلاقيها في القناه.
لو انت اول مره تابعنا وخد دفه حلوه كده هتلاقي ايه فيديوهات تانية تسعد قلبك. شكرا تابعتكم الفيديو ده يا رجاله، سلام عليكم.